يقولون تشارلز جمال، مرحبا بكم في هذا الفيديو. جايلين تشارلز هي من ترافقنا. جايلين تشارلز هي عارضة أزياء كبيرة الحجم من ماليزيا، هي مدونة نجمة انستغرام ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت الجميلة في 26 يوليوز 1995، تبلغ من العمر 27 سنة اعتبارا من عام 2022. وعلامتها الفلكية هي برج الأسد. لا يعرف الكثير عن مؤهلتها التعليمي وعن طفولتها. المؤثرين والمشهورين تحفظ الجميلة كثيرا عن خصوصيتها. نظرا لكونها شغوفة بالأزياء والنماذج، النماذج الثانوية، بدأت الجميلة حياتها المهنية في عرض الأزياء على انستغرام، خلال مشاركة أسلوب حياتها الرائعة وصور الموضة ومقاطع الفيديو القصيرة. اكتسبت شهرة باعتبارها عارضة أزياء ذات الحجم الزائد ونموذج متعرج على نفس المنصة ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. بدأت الجميلة حياتها المهنية في عرض الأزياء في عام 2017. بعد ذلك انتقلت إلى الولايات المتحدة بحثاً عن فرص كبرى في عرض الأزياء. كعارضة أزياء محترفة قدمت ووجهت العديد من العلامات التجارية للرياضات والمكياج وملابس الداخلية وملابس السباحة مثل كورفسانس وفاشن فاكرفار وغيره الكثير. العارضة الجميلة هي سفيرة العلامة التجارية لفاشن فاكرفار. تم توقيع الجميلة أيضا مع MG كارفر ومستر فيجن. تقدر ثروة الحسنة الماليزية في عام 2021 ما بين 500,000 ومليون دولار أمريكي. مصادر أرباحها هي النماذج والترويج للعلامات التجارية ومشاريع أخرى مختلفة. بالبطولة الجميلة 166 سنتيمتر، ووزن جسمها 103 كيلوغرام، مقاس صدرها 105 سنتيمتر، مقاس الخصر 96 سنتيمتر، أما مقاس ورك 125 سنتيمتر. لديها عيون كبيرة جميلة سوداء وشعر طويل حريري أسود. الجنسية ماليزية برازيلية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد القادم، وشكرا.